بهذا أكون قد انتهيت من تسجيل هذه المادة العلمية. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبله مني كصدقة جارية، وهذا واجب علي وعلى كل إنسان يظن أن لديه معرفة قد تخدم دينه وبلده وسد الثغرات التي نحن بحاجة إليها في بلادنا الإسلامية من خلال مشاركتنا في معارفنا وعدم البخل في نشر معارفنا ومعلوماتنا، لأن ذلك سينعكس إيجابا على المجتمع من خلال تبادل المعلومات وتشجيع الآخرين بأن هناك خامات ومعارف ولدينا عقول بصراحة بإمكانها أن تثري مجتمعاتنا الإسلامية. أرجو أن تساعدوني في نشر هذه المواد التعليمية حتى تكون في متناول الجميع، فربما تصل إلى من هو بحاجة ماسة إليها، أو من تكون له بعض سوء الفهم أو الجهل في بعض الجزئيات وقد يجد الجواب فيها. الموضوع الآخر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من صنع لكم معروفا فكافئوه. أما مكافأتي فهي أن تدعو لي بهذا الدعاء: اللهم أحيه عزيزا وأمته شهيدا. وأعتذر لإخواني المشاهدين فيما إن كنت أخطأت في ذكر بعض المعلومات أو بدر مني خطأ في شرح جزئية معينة، أو تلفظت باسم أو مصطلح قد خطأ، فأنا كثير الأخطاء وأنا أعرف نفسي. أود أن تسامحوني على هذه الأخطاء. سأقوم إن شاء الله بعمل المزيد من المواد التعليمية في العديد من المواضيع إن شاء الله في الأيام القادمة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.